رئيس الوزراء أعلى سلطة تنفيذية في البلد، وهو جزء من الشعب. ممكن أي شخصية أخرى يتعرض لما تعرض له السيد رئيس الوزراء. اللجنة التحقيقية لحد هذه اللحظة لم تتهم أحد، لا شخص ولا جهة، وإنما تبحث عن الحقيقة. وفي هكذا أعمال إرهابية تحتاج القضية إلى مزيد من الوقت. كثير من القضايا حدثت في العالم أخذت مدى من السنوات، ولهذا يكون التحقيق بعيدا عن أي تدخل. بل اسمحوا لي أن أتلو عليكم ما أبلغني به رئيس الوزراء وأبلغ اللجنة. أوصيكم بالحيادية، المعتدى عليه يوصي اللجنة. أوصيكم بالحيادية والمهنية في أداء مهمتكم، ولتكن مصلحة البلد نصب أعينكم.